نعم نطلب من المسؤولين يعني أن تكون عندهم أذن ساغية، يتحركوا يشوفوا الوضع الكارثي اللي راهم عايشين فيه الأطفال. تمنتجينا تمدلالي غادو كرم عندك طفل صغير ما تبكيش خويا عزيز، ربي يكتب لك حاجة تعيشها خويا عبد الوهاب. كاين ناس بزاف عندها أمراض ما لقاتش واش تداوي، كاين ناس عم فيهم مرض الله يبعدوا علينا وإن شاء الله ربي يشافيهم، والله ما لقاو شنو هو نوع المرض، يقول لك معليش نعيش برا ما نضرش برك. وأنت كذلك جاتك بهذه الطريقة أنك راك برا مع أولادك منا اللي يعني شغل شوكي منها ان تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون اعطى اوامر بعندهم ما كانش اللي يخرج فصل الشتاء. هذه اللي بقات محيرتنا، فاز الشتاء فاز الاختبارات. تتم انتم جد التنفيذ في فصل الشتاء صح، في فصل الشتاء ما كانش يعني قاعد يخرج، شغل ضربوا التعليمات، ضرب تعليمات الرئيس ضربوا ضرب الحائط. ما كان عندك حس روحك ماكش جزائري. جزائري ان شاء الله، وان شاء الله ربي يحلها عليك. والان هذا الفيديو يلحقهم، راك سمع اخويا عبد الوهاب، هذا الفيديو يلحقهم ان شاء الله ويتحركوا. حنا نقولوا ونعاودوا ان اخونا عبد الوهاب بونوي راهو ساكن في عين طايف في حوش سي حواس، حي الحواس، راهو يطلب انه يتقيوا هو واولاده ودارو. عندك اختك وحده معكم راهي مطلقه، وعندك خوك كذلك في الدار، انتوما ثلث عائلات. جاكم الطرد في فصل الشتاء اللي ما قدرتوش تروح حتى البلاصه، ما عندكمش وين تروحوا. كاين واحد جاركم عنده كراج راه سطركم ما شاء الله، ربي يستر. نداءنا هو للناس تاع عين طايا، نقول للمسؤولين تاع عين طايا، رئيس البلديه، رئيس دائره، الناس تاع عين طايا تقدر تعاوننا حتى نقدروا نشوفوا الناس اللي يدير الخير. هاد العائله لازم تكفلوا بها في اقرب وقت، عندهم بيبيات عندهم كذا، ان شاء الله يشوفوا فينا. رئيس البلديه على بالنا باللي فوق طاقته، رئيس البلديه يقدر تكون عنده كوطه ما تقدر، ما عندوش ما عندوش، بصح حنا واش نقولوا له يا رئيس البلديه يعطيك الصحه اذا تحركت، واذا ما تحركتش اتحرك. وانت الان راك تشهد تقول للانسان تحرك ودلي عليه يقدر يضغط، وان شاء الله والي ولايه الجزائر يشوف الحاله تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله يعني ان رئيس البلديه يتكفل بالوضعيه تاعك، وان شاء الله اللي زطريت يعني السلطات المحليه تاع عين طايا يعيطوا لكم. انت نداءك راه قدرتوا، وكذلك نخلوا رقم الهاتف تاعك، ربما كاش مسؤول ولا كاش انسان حبيت يتصل بك، هذا هو الرقم تاعك يجيكم شاده تحت الصوره.